السلام عليكم. يقول المؤرخ العسكري بيجيل هنكين إنه من الممكن افتراض أن الحركة لا تتوقع القضاء على إسرائيل، يعني حماس، مادياً، إنما تكتفي بتدفيعها ثمناً. واستهجنت تصريحات إسرائيلية فحواها أن مقاتلي حماس والمقاومة بصفة عامة جبناء. بعد مرور نحو 9 أشهر على الحرب التي تشنها إسرائيل المارقة على قطاع غزة رداً على عملية طوفان الأقصى، أصبح أسهل أكثر فأكثر على متابع الشؤون الإسرائيلية أن يصادف تحليلات تتصف بنقد لاذع للمستويين السياسي والعسكري، وبتأطير واقعي لمآل الحرب بدقة لا تذعن إلا للوقائع. وإذا شئنا أن نستأنس، يقول كاتب المقال، ببعض هذه التحليلات، قد يكون ما كتبه الجنرال الاحتياط إسرائيل زيف، القائد السابق لفرقة غزة وشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أبلغ ما يعبر عما نقصد، حيث كتب في مقال في موقع قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بالتاريخ 20 من شهر حزيران الماضي أن وضع إسرائيل العام يصبح أخطر بشكل متصاعد، فإنجازات الحرب والتي امتنع عن تفصيلها تضيع شيئا فشيئا، والضغط على جنود تشكيلات الاحتياط بات غير محتمل، والاقتصاد في إسرائيل لحق به ضرر كبير، والوضع الدبلوماسي خطر جدا ويزداد خطورة، وإسرائيل تتحول إلى دولة معزولة ومنبوذة، وهناك أزمة ثقة آخذة بالتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي، والروح المعنوية الداخلية متدنية. ويمكن أن يضاف أن هذا التدني هو ما تؤكده كذلك استطلاعات الرأي العام التي لا تحظى بنشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على خلفية قيامها بمجهود كبير في مجال رفع الروح المعنوية الداخلية. وإسرائيل، يقول زيف، تواجه صعوبة في التعامل مع مشكلة النازحين من الجنوب والشمال، والأمريكيون دخلوا في مرحلة متقدمة من الانتخابات، والانشغال بإسرائيل يمكن أن يشكل عبئا عليهم، وخصوصا في ظل عدم وجود نتائج واضحة للحرب. إذن الحرب على غزة تستنزف الكيان الصهيوني، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، أناقشه مع ضيوفنا الكرام الأستاذ حاتم الهرش الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب، ومع الأستاذ عدنان الصباح الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية. أرحب بكم معنا جميعا في هذه الحلقة، حياكم الله، واسمحوا لنا أن نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة الصامدين، سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العرين. كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء. كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء. تحية طيبة لكم من جديد أعزائنا المشاهدين ولضيوفي الكرام، وأبدأ مع السيد حاتم حول الموقف من الحرب في الآونة الأخيرة، ولا سيما مع تصاعد أعمال المقاومة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة. أرحب بك معنا سيد حاتم مرة جديدة، وأتساءل معك عن قراءة في هذه الوقائع التي أشار إليها الكتاب والخبراء الصهاينة، والتي تتحدث عن حالة استنزاف للكيان الصهيوني تستمر يوما بعد آخر في ضوء مرور 9 شهور. نحن نتحدث اليوم عن اليوم 71 بعد 200 من الحرب على قطاع غزة، بماذا تعلقون؟ نعم، التحية لك ولمشاهديك. يعني هو في واقع الأمر الاحتلال الآن يتحدث عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية. علينا أن نتساءل ابتداء هو ما الذي كانت تتضمنه المرحلة الأولى، وما الذي كانت تتضمنه
المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية التي ابتدأت في جنوب القطاع في رفح بتاريخ 6/5/6 أيار، نحن الآن بعد تقريبا 3 أيام، يعني ندخل في الشهر الثاني للمرحلة الثانية. ما الذي تمكن الاحتلال من تحقيقه في المرحلة الثانية؟ ثم إذا كان قد انتهى من المرحلة الأولى، فلماذا يعاود إلى شمال القطاع وفق ما نرى من تتابع العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ثمة تصريحات إسرائيلية متضاربة. نتنياهو يقول بأن القضاء على حماس قد اقترب، في حين أننا نرى أن قادة جيش الاحتلال يصدرون تصريحات متباينة ومغايرة لهذه التصريحات، وكأن هناك خلافاً أو هناك خلاف حقيقي بين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري. نتنياهو في الوقت الذي يتحدث فيه عن قرب القضاء على حماس، قادة الاحتلال يقولون بأنه عندما انسحبنا مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة من شمال القطاع، اكتشفنا بأن حماس تعيد تأهيل نفسها عسكرياً وميدانياً. وبالتالي الحديث عن المرحلة الثالثة في هذه اللحظات هو يعني على ماذا يتضمن. هم يتحدثون عن عمليات أضيق نطاقاً، عن انسحاب لجيش الاحتلال سوى من معبر من نتساريم ومن معبر فيلادلفيا، وأنا بتقديري أنه هذا يدل على أنه في كل المراحل السابقة التي تم الإعلان عنها لم يتحقق أي شيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم الحديث عن مرحلة ثالثة في القطاع، وكأنه يعني جيش الاحتلال يريد أن يقول لرأيه العام بأن الأمور تمشي وفق خطة مرتبة وأنه يعرف ما الذي يفعل، ولكن في واقع الحال هناك تخبط إسرائيلي حقيقي، عدم تحقيق للأهداف، انعكس بشكل ظهر ذلك أستاذ حاتم، اسمح لي، على المستوى السياسي والعسكري. وصلت الفكرة بشكل جيد، وانعكس ذلك في سيد عدنان تصريحات الوزراء والمسؤولين بدءا بنتنياهو وبعض الوزراء عنده وحتى مكتب جالانت حول الإفراج عن مدير، خلينا نقول، مفاعل الشفاء الطبي، يعني الذي طبعا الدكتور محمد أبو سلمية جرى الإفراج عنه مع مجموعة أخرى من المواطنين بعد شهور طويلة من الاعتقال. وما لاحظناه، هل فعلا يعكس ذلك التخبط الذي أشار إليه السيد حاتم، أم أننا نبالغ في الأمر؟ لم يعد أحد يعني يشك أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط وحالة من الفوضى وحالة من العجز. لأن حين تصل مرحلة أنك غير قادر على الحصول على إجابات للأسئلة التي تبحث عنها، أو غير قادر على الوصول إلى نهايات كنت ترغب بها ولم يعد ذلك ممكنا، يصبح الأمر في أصعب الحالات وأسوأ الحالات، حين لا يمكنك أن تحقق الانتصار كما كنت ترغب، وحين لا يمكنك أن تبحث عن شكل، أن تجد شكلا للانتصار ولو مخفيا بشكل أو بآخر، تبدأ التخبط، ويبدأ الكل يحاول تحميل الكل مسؤولية الخطأ، مسؤولية الفشل، مسؤولية الهزيمة، مسؤولية الجريمة. الاحتلال اليوم لي يعني يقف أمام 9 شهور من المقاومة الباسلة الثابتة، و9 شهور من المقاومة المتنامية، و9 شهور حتى هو بات يقول أنني غير قادر، وأن القضاء على حماس كما كان يتمنى أو كما كان يعتقد هو وسيده لم يعد ممكنا، وقد اعترف أخيرا بأن الأمر غير ممكن، بل أن الذي كان يعتقد أن بإمكانه أن يلحق ضررا بحماس، ونحن لا نقول أن الكتائب القسام وسرايا القدس وفصائل المقاومة لا زالت كما كانت قبل 7 أكتوبر بتماسكها بشكلها بإمكانياتها، أقول لك أكثر. لماذا أكثر؟ الاحتلال يقول أن الآن هو يتعاطى مع كتائب منتشرة في كل قطاع غزة ليس لها خيار إلا أن تقاتل 24 ساعة على 24 ساعة، وهو غير قادر على أن يلاحق كتائب تعمل منفردة، منفصلة، مجموعات غير متصلة أحيانا، وهذا أخطر أنواع القتال، أن تقاتل بأكثر من موقع، بأكثر من جهة، هذه الجهات لا تحاول التواصل فيما بينها، وبالتالي أنت تفقد الخيوط، تفقد القدرة على إحداث أضرار كبيرة، أنت عليك أن تلاحق آلاف المواقع. هذا 1. 2، أنت تقاتل في أرض لا تعرفها،
ثلاث، أنت تقاتل في أرض كل زاوية الآن في قطاع غزة هي مخبأ ومرتع للمقاومة، أنت غير قادر على الوصول إليه. المقاتل الفلسطيني ابن القسام الذي يحمل سلاحه الشخصي وفي أقصى الحالات يعني قاذف، واثنين أو ثلاثة قادرين على الانتقال من ركام إلى ركام. أين أنت؟ أين ستذهب بدبابتك التي أتاها الشابان علنا وعلى رؤوس الأشاد وفي النهار وفي الشارع الرئيسي، ثم وضعوا العبوات بداخلها وغادروا وانفجرت؟ أين كيف ستخبئ دباباتك ومصفحاتك؟ المقاومة تختبئ وإنما تريد وكيف ما تريد، هي أرضها تعرفها، بتعرف تفاصيلها، بتعرف كل زاوية نعم فيها. ثالثا، أنت عليك أن تتذكر ما الذي هزم الجيش الألماني في روسيا في الاتحاد السوفيتي، الثلج. أنت عندك الآن يا بنيامين نتنياهو جيشك الذي يعاني منه قطاع غزة سيرتد عليك. أنت الآن 300,000 طن نفايات، الأمراض ستلحق بجلدك. هذا صيف، وهذا الصيف سيفرز أوبئة وسيفرز كوارث ستلحق بجنودك الموجودين على أرض قطاع غزة. الصرف الصحي الذي بات موجود في كل الشوارع، هذا ليس فقط موجه ضد أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، هذا أيضا ضد الغزاة. الأكوام 300,000 طن من الأكوام الردم، وكان نفس الرقم تقريبا من النفايات. أنت تتعامل مع جماهير أفقدتها كل شيء. أنت تتعامل مع جماهير لم يعد لديها ما تخشى عليه. أنت تتعامل مع جماهير لم يعد لديها خيار. قد يكون كان لدى البعض خيار قبل 7 أكتوبر، قد يكون، ولكن اليوم الجميع، ونحن نستمع إذا سيد عدنان. نعم واضح. دعني أتحول للدكتور هاني. مرحبا بك دكتور هاني مرة جديدة. ونحن دكتور هاني نتحدث عن مرحلة جديدة، المرحلة الثالثة أشار الضيوف للحديث عنها، وهو حديث حتى في كثير من الخبراء والمتابعين يقولون كأننا أمام احتلال عسكري مؤقت غير معلن لقطاع غزة من خلال إعلان الاحتلال عن بقائه في محورين. في المقابل يلاحظ المراقبون بأن المقاومة أيضا دخلت وبدأت في مرحلة استنزاف لجيش الاحتلال غير معلنة، لم تأتي على لسان أبي عبيدة أو غيره من القيادات، وقد يعني بدأ ذلك واضحا من أمرين. الأول متعلق بالفيديو الذي يعني نشروه أو نشره القسام حول إعادة التصنيع تحت الحرب، والثاني استهدافهم كما قالت مصادر محلية لمحور نتساريم أول أمس بعشرات قذائف الهاون ردا على بدء المرحلة الثالثة. هل نحن أمام هذا النوع دكتور من الوضع الحالي ما بين شبه احتلال غير معلن وبين عملية استنزاف متواصلة من المقاومة لقوات الاحتلال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. أولا أريد أن أؤكد، أولا لا يوجد موازين قوى بين الجانبين، وأن هناك احتلال غاشم يمتلك قوة عسكرية غاشمة مدعوم من قبل الولايات المتحدة، وأن الأهداف اللي أعلنها جيش الاحتلال ليست هي الأهداف الحقيقية، بل أن هناك أبلغ من ذلك وأبعد من ذلك، ومحاولة قوات الاحتلال القضاء على كل معالم الحياة في قطاع غزة وإنهاك الشعب الفلسطيني بهدف دفع الناس للنزوح من قطاع غزة. وليس فقط المسألة متعلقة لا باستعادة المحتجزين ولا بالقضاء على الفصائل الفلسطينية، واضح جدا أنه بعد 9 أشهر من هذا العدوان أنه نحن أمام إبادة جماعية يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأن ما ذهبت إليه الدول محكمة العدل الدولية من أجل إدانة الاحتلال، لأنه واقع يعيش الناس في غزة أن هناك إبادة وأن هناك نكبة أكبر من كل النكبات السابقة. ولا نقلل أبدا من الكارثة وحجم الكارثة الحقيقية في قطاع غزة اللي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداء متكامل على كل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، مما أدى إلى هذه الكارثة في هذا القطاع في كل مناحي الحياة، في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية، في المساكن، في كل شيء. اليوم بعد 9 أشهر من هذا العدوان قوات الاحتلال
صحيح انه دفعت اثمان، ولكن بالمقابل ايضا الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير جدا نتيجه هذا العدوان الغاشم وهذه الاباده الجماعيه. وبالتالي اعتقد انه الاحتلال اليوم يريد ان ينسحب من قطاع غزه، ولكن يبقي القبضه الامنيه ويبقي السيطره العسكريه على القطاع الى ابعد مده زمنيه ممكنه. المرحله الثالثه التي نتحدث عنها حاليا هي احتلال بالتاكيد، لانه اليوم نحن امام احتلال. يعني طبيعه ما يحدث في قطاع غزه انه هناك اباده جماعيه وهناك احتلال للقطاع من الجو والبحر ومن كل المناحي. قوات الاحتلال تدخل الى مناطق السكانيه تحاصر قطاع غزه من كل الجوانب، وبالتالي اعتقد انه نحن امام احتلال حقيقي لهذا القطاع وحرب اباده متزامنه مع هذا الاحتلال. المرحله الثالثه لن تكون اقل عدوانيه. ما قد يحدث باعتقادي انه نحن امام حرب استنزاف طويله، قد تمتد اشهر، قد تكون اطول من ذلك، لان قوات الاحتلال كما قلت لم يعد يعنيها المحتجزين ولا استعادتهم من قطاع غزه، ولم يعد يعنيها موضوع المقاومه الفلسطينيه والفصائل الفلسطينيه فقط، لا، هي تريد ان تدفع الناس بالنزوح من قطاع غزه سواء كان قسرا او طوعا بعد هذه الحرب، وهذا ما تصبو اليه قوات الاحتلال. نعم هناك صمود، هناك ثبات، هناك بقاء لابناء الشعب الفلسطيني، ولكن هناك حاله انسانيه ماساويه وهناك سلاح الجوع. تستعمل قوات الاحتلال ايضا سلاح تجويع الناس في الشمال وفي كل مكان من غزه، تمنع دخول اي من الاساسيات للمواطنين، ما بالنا فيما يتعلق ايضا فيما يتعلق بامكانيات الاحتلال التي ما زالت تمدها الولايات المتحده بالسلاح النووي والطائرات والذخيره والقنابل، بينما المقاومه الفلسطينيه يعني صحيح انه ما زالت تعمل في الميدان بامكانيات، لكن اعتقد انه لم يعد هناك الكثير مما يتعلق في الاليات والاسلحه اللي كانت عند المقاومه الفلسطينيه كما كانت في الماضي. لذلك في هذه المرحله قوات الاحتلال تحاول ان تبقي سيطرتها بكل النواحي على قطاع غزه، تستعمل سلاح الجو، وهذا سلاح الجو عن بعد حتى لا تفقد كثير من جنودها، لأن قوات الاحتلال فقدت عدد من جنودها وآلياتها ومصابين وقتلى في قطاع غزة خلال 9 أشهر الماضية. وهناك ضغط على المجتمع الإسرائيلي وعلى حكومة الاحتلال، وهناك اختلافات نعم، لكن الآن بالنسبة لهم المرحلة الثالثة هي مرحلة استنزاف عن بعد، وبالتالي قد لا تكلفهم الكثير فيما يتعلق بالدخول في الميادين في الشجاعية وفي الزيتون وفي الجنوب وفي الشمال من قطاع غزة، لا، سيكون هناك إمكانية لاستعمال سلاح الجو، طيارات الاف 16 وطيارات الكواد كابتر والقصف عن بعد لمناطق محددة حينما تتاح لديهم المعلومات، على أن تبقي قوات الاحتلال قبضتها الحديدية على كل المنافذ. قد تبقي قوات الاحتلال كما يتم الإعلان عنه حاليا على وجودها بشكل مكثف في محور فيلادلفيا، في محور نتسريم، وبدأت توسع من هذه المحاور على حساب سكان قطاع غزة، وتبقي أيضا على حدود فاصلة على الجانب الشرقي والشمالي مع قطاع غزة، وببعد قد يكون بيت حنون وبيت لاهق تم التغول والتوغل فيها بمسافات. لذلك نحن أمام حرب قد تطول، حرب استنزاف طويلة. القادمة، المرحلة القادمة بالنسبة لقوات الاحتلال قد تكون أقل تكلفة لهم، وقد هذا يدفع بالتفكير جليا عن موضوع المفاوضات وإمكانية العودة للمفاوضات للوصول إلى اتفاق، خاصة أن قوات الاحتلال تعلم أنه إذا استمرت في الحرب على قطاع غزة بنفس الكثافة قد تفتح جبهة لبنان حرب شاملة، وهي لا تريد أن يكون هناك حرب شاملة على جبهة الشمال، وبالتالي هي تحاول أن تخفف حاليا وأن تبقي فقط على بعض الضربات الجوية والقصف الجوي والإغلاق الكامل على قطاع غزة. نعم. طيب سيد حاتم، نعود لما ذكره إسرائيل زيف عندما قال حول، وهو قائد سابق لفرقة غزة وشعبة العمليات في هيئة أركان الجيش، ذكر عديد من النقاط المهمة، أنه هناك إنجازات الحرب تضيع شيئا فشيئا، وهناك مجموعة من السلبيات ومن المشكلات الكبيرة التي تعاني منها إسرائيل إثر استمرار هذه الحرب. وكما تفضل الدكتور هاني، يعني حتى الشعب الفلسطيني الآن والمقاومة الفلسطينية تمر بفترات وأزمات عصيبة جدا رغم كل التحديات، تحاول الاستمرار في المقاومة، لكن ما الذي يمكن أن يحدث اختراقا في هذا المشهد؟ هل تعتقد بأن إسرائيل التي ستخفف ضرباتها في غزة وتذهب إلى ضربات تكتيكية محدودة هنا وهناك واغتيالات وعمليات مركزة قد
تستطيع الحفاظ على هذا النهج وإبعاد الجبهات الأخرى وخاصة الجبهة الشمالية كما تتمنى، أم أن الأمور قد تنفجر وخاصة في ضوء تصاعد الجبهة الشمالية في الأيام الماضية؟ لا، هو لابد من الإشارة إلى عدد من النقاط. أنا بتقديري أن الإسرائيليين عندما يتحدثون عن مرحلة ثالثة، يعني هم يستخدمون هذا المصطلح للهروب إلى الأمام، الهروب من قطاع غزة، الحديث عن أن المقاومة تستنزف، والحديث عن أنه يمكن أن يكون هناك نطاق أضيق مما سبق في المرحلة الأولى والثانية، والذهاب نحو مرحلة ثالثة يمكن أن نستخدم فيها عمليات تكتيكية من خلال سلاح الجو مثلا. أنا بتقديري أن هذا من يتحدث بهذا الكلام لا يرى الجانب الآخر. الجانب الآخر يتحدث عن أن إسرائيل عندما نشأت، وكان يتحدث بهذا بن غوريون، وكل السياسة الإسرائيلية والعسكر الإسرائيلي كان قائما على فكرة الحروب السريعة. اليوم عندما يستمر الإسرائيليون في هذه الحرب 9 شهور، نحن لا نقلل من حجم الكارثة الإنسانية التي أوجدوها في قطاع غزة، نحن لا نقلل من حجم المصاب الذي وقع به أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن أنا بتقديري أنه هو عندما يتحدث عن مرحلة ثالثة هو لا يريد أن يقول لرأيه العام بأنه خرج من قطاع غزة مهزوما، ولذلك يوجد هذا المصطلح المرحلة الثالثة. هذا الأمر الثاني. طيب، إذا افترضنا أن هناك عمليات تكتيكية، هذا لم ينهي المشكلة بالنسبة لإسرائيل. يعني اليوم عندما يتحدث جيش الاحتلال عن أنه يمكن أن ينسحب من القطاع وأن يبقى في نتساري وأن يبقى في معبر فيلادلفيا، لاحظوا معي أنه الاحتلال عندما كان يتحدث منذ بداية الحرب عن القضاء على حماس لم يتحدث عن احتلال القطاع. أنا لم أسمع أحداً في الأوساط السياسية أو العسكرية أو الأمنية الإسرائيلية كان يتحدث عن إعادة احتلال القطاع. لماذا؟ لأن احتلال القطاع هو جحيم، حتى لو كان ضمن معبر فيلادلفيا، حتى لو كان ضمن نتسارين. وهذا يمكن، وهي النقطة الحاسمة، أن يؤدي إلى حرب استنزاف لن يتحملها جيش العدو. هذه مسألة في غاية الأهمية. وحتى البقاء في نتسارين وحتى البقاء في معبر فيلادلفيا هذه مرحلة تكتيكية. واليوم ما يتحدثون به وفق الإعلام العبري أنه المرحلة الثالثة يمكن أن تدفع حماس إلى الموافقة على يعني مبادرة وقف إطلاق النار التي حاول الأمريكيون قبل يومين ثلاثة يعدلوا على البند الثامن منها، بمعنى أن الإسرائيلي يبحث عن مخرج. نحن لا نقلل مرة أخرى من حجم الكارثة في قطاع غزة، سواء إنسانيا أو حرب الإبادة التي تمت للإنسان والشجر والحجر والبشر وكل شيء، ولكن علينا أن ندرك أبعاد ما يتحدث به جيش الاحتلال من المرحلة الثالثة. المسألة الأخرى أن اليوم لا هناك يعني يمكن أن يؤدي هذا الاشتباك السياسي بين المستوى الأمني والمستوى العسكري من ناحية، وبين المستوى السياسي في دولة الاحتلال إلى أزمات حقيقية لديهم. يعني لما يتكلموا عن الإفراج عن الدكتور محمد أبو سلمية، طيب كيف يتم الإفراج عنه؟ بدأت هذه الخلافات تخرج إلى العلن لما نتنياهو يتحدث عن قرب القضاء على حماس، ويطلع حجاري ينطق باسم جيش الاحتلال ويقول بأن حماس فكرة وأن الفكرة لا تموت. ما الذي يعني ذلك؟ لما جيش الاحتلال، وإحنا بنعرف كيف جيش الاحتلال دائما نتكلم عن فكرة سمح بالنشر، يصير كل يومين ثلاثة يطلع لك أعداد لم يكن يتحدث فيها منذ بداية الحرب في 24 ساعة الماضية، إصابة 24 جندي، طبعا الأعداد أعلى من ذلك تقدير. حتى في الضفة الغربية هناك تصاعد لعملية المقاومة سيد حاج ميدانيا. نعم. حتى في الضفة الغربية هناك تصاعد لعمليات المقاومة بشكل واضح في الأيام الأخيرة. بالضبط بالضبط. ثم مسألة أخرى، أنه الجبهات الأخرى هي جبهات ضاغطة. الآن الحديث عن أنه إذا بده يكون في هناك تسوية أو مفاوضات مع حماس للاتفاق أو الوصول إلى وقف لإطلاق النار، طب ماذا يفعل الإسرائيليون في جبهة الشمال مع جنوب لبنان؟ أخيراً أنا هنا أود الإشارة إلى نقطة. البعض يظن أن أوراق القوة لدى المقاومة هي متعلقة بالأسرى، وهذا غير صحيح. فقط أوراق المقاومة متعددة. لاحظت أنه كان هناك حديث على مستويات أمنية وسياسية وعسكرية لدى الإسرائيليين أنه نحن نريد، حتى هذا تكرره أمريكا، لا نريد للسابع من أكتوبر أن يتكرر.
اليوم راح لمرحلة ثالثة. ما الذي يضمن ألا يعود المقاتلون إلى مناطق الغلاف؟ بعدين لماذا لا نتحدث عن عشرات آلاف العوائل اللي احنا مش عارفين الآن هم رجعوا ولا ما رجعوش، وهناك تضارب في هذه المسألة، والإسرائيليون يتكتمون، وهذا سواء في مناطق غلاف غزة أو على الحدود مع جنوب لبنان. هناك عشرات آلاف العوائل التي خرجت من بين قوسين منازلها والمدن الفلسطينية المحتلة. ما الذي يضمن عدم عودة المقاتلين إلى هذه المناطق مرة أخرى؟ وبالتالي ليس تقليلا من حجم الكارثة في قطاع غزة، ولكننا نتحدث عن واقع. هذا الواقع يقول بأنه إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، فأنا بتقديري أن جيش الاحتلال غير قادر هو الآخر على حمل كلفة الاستنزاف. نعم، أشكرك جزيلا سيد حاتم الهرش الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب. أعود إليك أستاذ عدنان، واسمح لي أسأل، يعني الجميع يسعى الآن فلسطينيا وعربيا حتى وإقليميا إلى إنهاء هذه الحرب، وهذا أمر مطلوب وملح جدا بعد الإبادة الجماعية التي قام بها الاحتلال، لكن لا يجري التفكير فلسطينيا أو عربيا أو إقليميا للأسف الشديد لاستثمار هذه التضحيات و مراكمة ما أنجزته 7 أكتوبر وطوفان الأقصى وصمود الشعب الفلسطيني. جرى طرح حلول، جرى طرح مبادرات، لكن لا توجد قوة سياسية ضاغطة كافية لكي يستثمر الشعب الفلسطيني هذا الجهد العظيم وهذه التضحيات. فكيف يمكن النظر، يعني الجميع الآن يبحث ويسعى لهدف إنهاء الحرب وهو هدف كبير كما قلنا، لكن للأسف الشديد لا يجد استثمار الأمر بشكل آخر. والله هذا بيت القصيد. نعم، ما قلته، لأن المقاومة تركت وحيدة. المقاومة الذي لا أحد يريد أن يعود إلى خطاب القائد محمد الضيف ويرى ما هي الأسس التي بدأت عليها معركة 7 أكتوبر، وكيف أراد لها أن تكون، وما هي مقوماتها، وما هي أسس نجاحها، وما هي المستلزمات، وما هي الضرورات. محمد الضيف قال كل شيء، لكن من كان هناك بعد 7 أكتوبر؟ من كان مع القسام، ومن كان مع المقاتلين والمقاومة الفلسطينية على أرض قطاع غزة؟ وأقصد هنا سياسيا ما ذكرت حضرتك، من الذي هب لنجدة المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ وأكرر، سياسيا وليس فقط عسكريا. من هو الذي تقدم بمشروع المأساة؟ أن الذي تقدم بمشروع القتلة الولايات المتحدة التي تتحدث عن الدولة الفلسطينية، الاحتلال الذي يتحدث عن اليوم الذي يلي الحرب على غزة، الأعداء هم الذين يتحدثون، والمقاومة. والمقاومة أنت ترى حجم التكالب الذي تتعرض له الآن، وخصوصا القيادة السياسية لحماس والقيادة السياسية للمقاومة، والضغط الهائل الذي يتعرضون له من كل الجهات من كل العالم، والضغط الهائل الذي يتعرضون له بسبب حجم الضغط والمقتل الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، يعني بمعنى شعبها الذي يتعرض للمقتل في قطاع غزة. هذه مسؤوليتها، مسؤولية هذه القيادة التي تشعر بمسؤوليتها تجاه شعبها. ولذلك حين نقول الآن أن وقف الحرب هو مطلب الجميع، نعم وقف الحرب هي مطلب الجميع، لأن حماية دماء أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو مطلب الجميع. الأسوأ من ذلك أن الجميع الآن يتحدث عن وقف الحرب في قطاع غزة، وقف المقتلة في قطاع غزة، وهناك مقتلة أخرى قد لا تكون مقتلة بشرية ولكنها مقتلة سياسية. هناك مقتلة سياسية في الضفة الغربية، الانقضاض على كل ما هو بحوزة الشعب الفلسطيني، الانقضاض على ما على المناطق بيت لحم والقدس، الانقضاض على مناطق الأغوار، الانقضاض على مناطق جنوب الخليل ومسافر يطا وما إلى ذلك، الانقضاض على المناطق المحاذية لحدود الفلسطينية، الأراضي المحتلة الفلسطينية المحتلة 48،
طرد السكان من الأغوار، هدم المباني والمنازل في مناطق مسافر يطا وفي مناطق الشمال في منطقة جنين المحاذية للمغتصبات المقامة على الحدود الفلسطينية المحتلة 48. كل هذه الجرائم التي ترتكب هنا، ولذلك الولايات المتحدة وقاتلها المأجور يخططون نعم للتنازل في قطاع غزة، لأنهم في ورطة في قطاع غزة، ولأنهم في ورطة أخطر. هناك جبهات مفتوحة، عنوان هذه الجبهات أوقف الحرب على غزة نوقف هذا القتال، أقصد الشمال وأقصد اليمن وأقصد العراق وهذه الجبهة. إذا الآن والولايات المتحدة تقول ذلك، والولايات المتحدة تحضر إلى ذلك، حضرت إلى ذلك في مجلس الأمن، حضرت إلى ذلك في التعاطي مع مسائل كثيرة، في الرسل التي أرسلتها إلى هذه الجبهات، في التهديدات والترغيبات التي قدمتها. ولذلك هناك سعي حثيث لوقف المقتلة، ليس لأن الولايات المتحدة والقاتل المأجور حريصين على شعبنا، أقول لك هم يبحثون عن مخرج لأزمتهم نعم. الحقيقية. ولذلك نقرأ قبل قليل أستاذ عدنان في نيويورك تايمز، تقول إسرائيل تريد وقف الحرب حتى لو بقيت حماس في السلطة، وهذا هو توجه القيادات العسكرية الإسرائيلية تجاه هذا الموضوع. اسمح لي أنتقل للدكتور هاني. دكتور هاني، يوما بعد آخر تزداد القناعة لدى جمهور عريض من الشعب الفلسطيني أن المقاومة ومزيد من المقاومة وعملياتها في قطاع غزة هو الكفيل بالضغط على قوات الاحتلال وانسحابها والوصول إلى صفقة ما أو إلى مبادرة أو تفاهم ما، خاصة كما تفضلتم جميعا في ظل غياب أي ضغط إقليمي أو عربي أو عالمي على نتنياهو. ولعلك تتابع طبعا ما يجري على لسان بايدن حول ما يقوله بحق نتنياهو، ويصفه بأوصاف سيئة جدا بأنه غير قابل للسيطرة وغير قابل للإدارة، ويصفه بصفات لا أخلاقية. معنى ذلك أن أمريكا إما أنها فعلا لا تريد أن تضغط كثيرا على نتنياهو وتجبره على خيار لا يريده، أو أنها طبعا بالتأكيد مشاركة في هذا، ولكن ميدانيا لا يتغير الوضع إلا بناء على متغيرات الواقع الميداني بالنسبة لقوات الاحتلال، التي رأينا قبل قليل ناقلة للجند في أحد شوارع رفح، وهو هذه مشاهد مهمة بالمناسبة دكتور، كما تعرف تعكس وقائع معينة. شاهدنا ناقلة جند محترقة وكذا، تركها الجنود وانسحبوا من المكان إثر عمليات المقاومة. تفضل. يعني أنا أتفق معك تماما فيما يتعلق بالعوامل الدولية والإقليمية الموجودة حاليا، إنه هي ليست في صالح القضية الفلسطينية. نعم. وأنا ما حدث منذ 9 أشهر إلى هذه اللحظة في قطاع غزة ما كان ليحدث لو كانت الموازين مختلفة. يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية واللي كانت تدعو إلى أن يكون هناك اتفاق مع حماس، ليست معنية بالاتفاق من أجل القضية الفلسطينية أو من أجل حماس ومن أجل إعانة الشعب الفلسطيني، بل من أجل استعادة المحتجزين، وهذا ما تم التأكيد عليه. حتى لما لجأت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي كان القرار يتعلق بإعادة المحتجزين من قطاع غزة الصهاينة، ومقابل أن يكون هناك يعني وقف إطلاق نار مؤقت، حتى لما يتم الحديث عن وقف إطلاق نار دائم. ما نعلم تماما أن الولايات المتحدة هي متعهد أساسي تقوم بإمداد الاحتلال بالسلاح وبالمال وبالموقف السياسي، وهذا مشهود. ولولا الدعم العسكري اللي قدمته الولايات المتحدة لما كان لجيش الاحتلال أن يصمد كل هذه المدة في هذه العمليات المكثفة على قطاع غزة، بمعنى كم وعدد وحجم الآليات والقنابل التي تم تزويد الاحتلال بها من قبل الولايات المتحدة، هي التي عززت موقف الاحتلال إلى هذه المدة الزمنية. نفس الشيء لو قسنا على موضوع علاقة الاحتلال مع جبهة الشمال مع حزب الله، هناك تخوفات مع أن الدعم من قبل الولايات المتحدة لا متناهي للاحتلال، مع ذلك هناك تخوفات من فتح جبهة الشمال، لأنه يعلم أنه سيكون هناك كارثة كبيرة بالنسبة للاحتلال، لأن حزب الله يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة. بالتالي اليوم هناك توجه نعم نحو أن يكون هناك اتفاق، ويكون هناك إمكانية للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق لاستعادة المحتجزين من قطاع غزة، ومن ثم وقف هذا العدوان حتى لو بشكل مؤقت. لكن يبدو واتفق مع الزملاء أن قوات الاحتلال لا تريد أن 7 أكتوبر أن يتكرر في المستقبل، لا تريد قوات الاحتلال أن يكون هناك مزيد من الهجمات من قبل المقاومة الفلسطينية، سواء اليوم أو بعد سنة أو بعد سنوات. وبالتالي تحاول قوات الاحتلال ما أمكن أن تعمل جاهدة بالتضامن مع حلفائها من أجل إيقاع أكبر عدد من الخسائر
في قطاع غزة، في صفوف المقاومة وهدم البنية التحتية وهدم كل معالم الحياة في قطاع غزة، حتى لا يمكن هناك أن يكون مقاومة في المستقبل تعيد نفس الكرة كما حدث في 7 أكتوبر. مع ذلك نقول أن المقاومة الفلسطينية نعم فقدت الكثير لكنها ما زالت باقية تعمل في الميدان. نعم. هناك عمليات مقاومة موجودة في خان يونس، في الشجاعية بالأمس، في الزيتون، في جبالية، في كل مكان. لكن حقيقة حتى نكون منصفين أيضا أنه الشعب الفلسطيني هو الحاضنة للمقاومة الفلسطينية. هذا الشعب الفلسطيني في غزة 2,300,000 اليوم يعيش كارثة إنسانية، واتفق أيضا مع زملائي في هذا السياق أن هذه الكارثة يجب أن تكون أولوية، بمعنى أنه كما تحدث الأستاذ عدنان أنه الآن المواطن الفلسطيني يطلب وقف إطلاق النار، لأن هناك حرب مفتوحة، هناك دماء وأشلاء، هناك نزوح وهناك تهجير، هناك دمار في كل مكان. وبالتالي أولوية المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ومدعوم من المقاومة أيضا بوقف كامل لإطلاق النار، وهذا ما طالبت به الفصائل الفلسطينية حتى يستطيع الناس وتستطيع الناس أن تعيش حياة إنسانية كريمة. الاحتلال الغاشم الصهيوني مدعوم من دول عظمى كما قلت الولايات المتحدة، ما زال يمتلك فرسانة عسكرية ويستطيع من خلالها إيقاع مزيد من الدمار في قطاع غزة، ولكن هناك تخوفات من فتح جبهة الشمال على مصراعيها. وهنا تكمن الحقيقة أن اليوم قوات الاحتلال معنية بالذهاب إلى المرحلة الثالثة أمام هذا الواقع الجديد، تخوفا من أنه إذا فتحت جبهة الشمال سيكون هناك كارثة ونكبة للاحتلال. ولذلك هناك الآن حرص شديد من قبل شخصيات قيادية إسرائيلية عسكرية وسياسية بوقف على الأقل المرحلة الثانية في قطاع غزة من هذا العدوان بكثافتها وشراستها، وللانتقال إلى المرحلة الثالثة واللي قد تكون أخف حدة وأقل حدة، وحتى لا يكون هناك إمكانية للاشتباك مع جبهة الشمال، وحتى تتاح الفرصة لإمكانية العودة للمفاوضات. وبالتالي نحن أمام واقع معقد نعم، ولكن قوات الاحتلال أيضا مستنزفة وتدفع أثمان كبيرة في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان، لكنها ما زالت بالموازين الدولية نعم والموازين الإقليمية تمتلك ترسانة وتمتلك قوة عسكرية وسياسية واقتصادية متواصلة. هناك إمدادات، بينما للأسف المقاومة الفلسطينية والشعب في قطاع غزة بالكامل الإمدادات محدودة للغاية، بمعنى حتى المساعدات منذ 9 أشهر لا يدخل لقطاع غزة إلا المساعدات الشحيحة جدا، كلها يعني بالكنترول بالتفتيش الدقيق، ولذلك لم يدخل للمقاومة الفلسطينية شيء من الإمكانيات العسكرية، وكل ما كان لديها أو معظم ما كان لديها تم استنفاذه في الحرب، وما زالت تعمل بإمكانياتها البسيطة، ما زالت صامدة، ما زالت تعمل، لأنه لا أعتقد الواقع كما قلت اليوم أنه الكل يطالب بوقف كامل لإطلاق النار عن قطاع غزة، وأن يكون هناك صفقة مشرفة يكون من خلالها إعادة الحياة، إعادة البناء، وهذا مطلب أصبح مطلب المقاومة، مطلب الشعب الفلسطيني بالكامل. لكن حتى الآن ننتظر الموازين الإقليمية والموازين الدولية، ليست حقيقة ليست في صالح القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، وهذا ما أدى إلى امتداد هذا العدوان للشهر نعم. لنهاية دكتور إلى حي... الشهر التاسع. حتى ننتهي من هذه النقطة، إلى أي مدى تؤثر الانتخابات المقبلة في أمريكا على مجريات الحرب بالسلب والإيجاب؟ أعتقد أن قوات الاحتلال تريد كسب مزيد من الإمكانيات والتدمير في قطاع غزة، وكسب موقف معين دولي قبل الانتخابات القادمة، لأنه صحيح أنه ترامب يقول أنه سيدعم الاحتلال أن يستمر في عدوانه، ولكن الحقيقة باعتقادي أنه حسب ما شهدناه من سياسة ترامب السابقة أنه لم يكن هناك حروب في فترته، وكان هناك إمكانية للملمة الأوضاع، وكان هناك إمكانية لصفقات سياسية، بمعنى أنه حتى اتفاقيات التطبيع التي تمت في عهد ترامب، وهذا التوجه اللي قد يكون لاحقا أنه قد يأتي ترامب باتفاقية شاملة إقليمية، اتفاقية سلام واتفاقية تطبيع، ولكن هذا لا يمكن أن يتمم إلا بوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة مع إمكانية إعادة البناء في القطاع. لذلك قوات الاحتلال تحاول كسب كل دقيقة حاليا لإيقاع أكبر عدد من الخسائر في قطاع غزة وإمكانية الوصول إلى اتفاقية قبل الانتخابات القادمة، لأنه قد نكون أمام واقع جديد، ترتيبات إقليمية جديدة. صحيح أنه ليست من أجل الفلسطينيين ومحبة بهم، ولكن الواقع يقول أنه أي اتفاقية إقليمية سواء كان بالتطبيع أو اتفاقية اقتصادية أو واقع سياسي جديد لن تتم إلا بوقف العدوان على قطاع غزة. وبالتالي قوات الاحتلال تريد حاليا أن تخفف
من هذا العدوان حتى تمهد لما قد يحدث بعد الانتخابات القادمة. نعم دكتور عدنان، طرح أخيرا أو مؤخرا حديث عن ممكن لقاءات للفصائل الفلسطينية أو محاولة توحيد الموقف الفلسطيني، ونحن نتحدث عن المواقف العربية والإقليمية والدولية، نتحدث عن أسوأ هذه المواقف هو الموقف الفلسطيني الرسمي من هذه الحرب، وبالتالي حتى على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإغاثي لا أعرف يعني هل نحن نتكلم عن حكومة أخرى أو عن واقع آخر في مكان آخر بعيدا عن هذا الجزء من فلسطين أم لا، لكن كيف يمكن تقييم هذه المسألة وهل يمكن الاستفادة؟ دائما أنا ألح في هذا السؤال لأنه إذا لم نتوحد اليوم بعد هذه التضحيات والدم الفلسطيني فمتى يمكن أن يتوحد الموقف؟ الحقيقة أن إذا أردت أن تتحدث عن الحال الفلسطيني يشعر الإنسان بالخجل. نعم. حين يخرج من ينظر يعني حوله، لأن المقاومة والصمود والدماء والتضحيات، ماذا تقول عن غزة؟ مهما قلت لن تفي غزة حقها ولن تفي المقاومة حقها، لكن الأسوأ في الحال الفلسطيني أن العدو يوحدنا في رأيه بنا أننا واحد. العدو لا يرى فينا حماس وفتح وجهاد سلطة ومقاومة، الاحتلال يرى شعب فلسطين، وأن كل الفلسطينيين بالنسبة له دائما أقول واحد من اثنين، الفلسطيني لدى الاحتلال واحد من اثنين لا ثالث له، لا يرى ثالث ولا يصدق أن هناك ثالث أصلا، لأن المنطق يقول ذلك. إما أن تكون إرهابيا بعرفنا مقاوما، وإما أن تكون خائنا لا وسط لدى الاحتلال، ولذلك لا يرى الوسط، لذلك يقول علنا أنا لا أريد هذه السلطة وأريد حلها. نعم. ولا أريد دولة فلسطينية ولا أريد صورة دولة فلسطينية ولا شكل دولة فلسطينية، ويمنع عنها الأموال ويمنع العمال ويمنع الحركة ويمنع التجارة ويمنع الكود كما يفعل في قطاع غزة وإن بشكل يعني أقل، ويصادر الأراضي ويطور المغتصبات ويقطع أوصال الضفة الغربية ويهود الأغوار ويهود مناطق الضفة الغربية والقدس والأقصى والحرم الإبراهيمي، كل الموبقات التي يرتكبها على الأرض وفي التهويد وفي إضاعة القضية الفلسطينية يرتكبها هنا في الضفة الغربية، والمنطق يقول أن ثانية تحتاج الوحدة الوطنية، ثانية تحتاج الوحدة الوطنية، قرار كلمتين عدنا إلى ما كنا عليه موحدين، وهذه القيادة الوطنية الموحدة التي أعلن عن تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين، هذه ليعود المجلس التشريعي. لماذا يحل المجلس التشريعي؟ يعود هذا مجلس تشريعي منتخب يعود يعمل، لتعود كل مؤسساتنا تعمل، وليعود برنامجنا السياسي الوطني المقاوم الواحد الموحد لكل الشعب أخوة يعمل. دون ذلك ليس أقول الذي حماس أعلن العالم الآن العالم أعلن حتى الاحتلال أن القضاء على حماس، يعني هذا بات من الأوهام كما العنقاء يعني غير موجود ولا يمكن. إذا كان العالم يعلن ذلك والعالم يقول أننا يجب أن نتعاطى مع حماس ومع المقاومة الفلسطينية في القطاع، ماذا تفعل أنت؟ لماذا لا تكن أنت تحمل راية المقاومة السياسية؟ أنا لا أقول للسلطة افتحوا رشاشات، احملوا راية المقاومة السياسية، دافعوا على المشروع السياسي الوطني مشروع الوطني، مشروع الحرية، مشروع الاستقلال، مشروع التحرير، فهذا مشروعنا كلنا، ولا في أحد بدوش اللي بتقوله حماس اليوم، اللي بتقوله قيادة حماس، اللي بتطلب مش مطالب كل الشعب الفلسطيني؟ طب اللي مش مع هاي المطالب انت وين؟ وإذا تركت حماس لا سمح الله تفشل، ما أنت الفاشل القادر، ما هو بكلك ما بديش إياك أصلا، تطويلتك سببها المقاومة، وجودها سبب، هم بيقولوا
وهم يقولون ذلك حتى لما بيدفعوا بكله، لانه يعني بدناياهم بلاش تصير في المصيبه زي غزه. نعم. اذا انت مستهدف، كل الفلسطيني مستهدف، وعلنا قال نتنياهو لا حماسستان ولا فتحستان ولا عباس. وليس ذلك فحسب، ايضا يعني سموتريتش سمعنا ما قاله، سيسمي خمس مستوطنات باسماء خمس دول اعترفت بالدوله الفلسطينيه. نحن امام واقع جديد دكتور في الحقيقه، وهذا سؤال اخير احيله للدكتور هاني. دكتور هاني، بصراحه يعني الحكومه الصهيونيه الان رغم الانقسامات الموجوده داخل الكيان الصهيوني، لكن يبدو ان الامور ذاهبه باتجاه حكومه متطرفه يمينيه، يعني تذهب بعيدا الى ابعد مدى من خلال كثير من المشاهدات والأخبار والمشاريع التي نسمعها. وهذا يجعلنا أمام حقيقة مرة، أن الموقف الفلسطيني على رغم التباينات الكبيرة جدا السياسية والفكرية وما إلى ذلك، إذا لم يتوحد اليوم خاصة بعد 7 أكتوبر، لأنه يبدو أن مرحلة ما بعد 7 أكتوبر هي مرحلة جديدة بكل المقاييس لدينا ولدى الكيان الصهيوني، وبالتالي يجب أن يكون هناك وحدة موقف حقيقية. نعم، اولا بالنسبه للكيان الصهيوني هناك جبهه يمينيه متطرفه، لم يكن هذا الكيان في يوم من الايام اكثر يمينيه من الواقع الحالي. نعم، حتى مع الانسحابات من حكومه بنيامين نتنياهو من المعارضين، الا انه هذه الحكومه ما زالت تمتلك الاغلبيه من اقصى اليمين المتطرف. بينما فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني للاسف حتى الان الانقسامات ما زالت موجوده والاختلافات ما زالت موجوده، وان كان باعتقادي أن كل أبناء الشعب الفلسطيني قيادة وفصائل وشعب كلهم موحدين حاليا في خندق واحد أمام الاحتلال، والكل يجابه الاحتلال، بمعنى أنه ما يحدث من عمليات في غزة، في رام الله، في جنين، في نابلس، في الخليل، في كل مناطق الضفة، حتى في القدس وفي كل مكان من قطاع غزة، هي توحد أبناء الشعب الفلسطيني وتوحد القيادة الفلسطينية. لكن ما يلزم أن يكون هناك مزيد من التوجه السياسي، بمعنى أن يكون هناك وحدة وطنية فلسطينية واضحة في الموقف، في التوجه، في العلاقة، وحتى يكون هناك إمكانية لاتخاذ مواقف أكثر قوة في المؤسسات الدولية. نعم، المواقف التي اتخذت حتى الآن من قبل القيادات الفلسطينية كلها في المحافل الدولية بدعم دول مثل الجزائر، جنوب أفريقيا، وتركيا وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، واضح أن كل الموقف الفلسطيني موحد في هذا الخندق. لكن هناك مزيد للحاجة بأن يكون هناك إمكانية لأن يكون توحيد للصف الفلسطيني من خلال مؤسسات وطنية فلسطينية شاملة كاملة تعمل لمقاومة الاحتلال وتعمل على أن تجسد الحالة الفلسطينية وتحاكي ما يمكن أن يحدث في المستقبل ما بعد هذا العدوان على قطاع غزة من إمكانية الوحدة وبناء المؤسسات الفلسطينية. هذه المسألة قد تكون إنشائية أخي يونس، لكن يعني شهدنا كل السنوات الماضية الانقسام ما زال موجود، إلا أنه حتى هذه اللحظات أنا باعتقادي أنه كل التصريحات أو معظمها من حماس ومن فتح ومن الجبهة ومن الجهاد وكل الفصائل لا يوجد بينها تناقض فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال. صحيح. لا يوجد هناك تضارب في هذا السياق، وإن كانت الاختلافات موجودة طبيعي، هذه الاختلافات موجودة في كل دول العالم بين الأحزاب السياسية بين الفصائل الفلسطينية، ولكن أعتقد أنه هذا العدوان على قطاع غزة من الممكن أن يكون هو المولد الحقيقي لمزيد من الطاقة البنيوية الوطنية. نتمنى ذلك. شكرا لك دكتور هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا للأستاذ عدنان الصباح الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول للأستاذ حاتم الهرش الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم جميعا أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.